يستعيد الكويتيون في ذكرى الغزو العراقي الغاشم صفحات مؤلمة من تاريخ البلاد، لكنها في الوقت نفسه تضرب أروع الأمثلة في التعالي على الجراح والتسامح ومد يد العون. اليوم ونحن نطوي هذه الملف الكبير إلا أننا ما زلنا نتذكر المعاسي ونتذكر ما مرينا فيه من محنة من تشريد شعب الكويت، لكن هو قد يكون الشعب الوحيد اللي في العالم أو الدولة الوحيدة اللي في العالم التي انتصر لها بقية شعوب الأرض وكل حكومات العالم من أجل تحريرها وفي وقت قياسي، لكن هذا لا يجعلنا نتخلى عن واجبنا الإنساني تجاه شعب أيضا عانى ما عاناه من طاقية العصر صدام حسين. واليوم نرى انفتاح في العلاقات، هناك تعاون كبير ما بين الحكومة الكويتية والحكومة العراقية. ذكرى تعيد إلى الأذهان مواقف مؤلمة ولحظات عصيبة مرت على دولة الكويت والمنطقة. ذكرى 2/8 هي ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ولعل أبرز شيء يعني حديث الساعة كما يقولون هو عودة وفاة من الشهداء الكويتيين الأيام الماضية ومعرفة أهاليهم على الأقل بهذا باستشهادهم الواقعي الذي حصلوا عليه بإثباتات الدي إن إيه أنه هم أبنائهم. لذلك أنا أعتقد أنه هذه المرحلة تذكرنا بكثير من المواقف يعني التي خلت يعني بالكويت والوطن العربي بشكل عام سياسيا واقتصاديا وتجاريا. لذلك يعني ذكرى الغزو لا يزال الكويتيون أجيال بعد أجيال أمانة تتذكر هذه الفترة العصيبة التي مرت على دولة الكويت. ذكرى الغزو العراقي الغاشم تحل هذا العام والشعب الكويتي أشد عزيمة على تخطي المحن وفتح أبواب جديدة تحت مظلة الإنسانية والتسامح والأخوة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.